Ça s'est passé hier soir sur Shada FM. ومعنا اليوم محمد كمال حساد كابتن ديكيب ديال المنتخب المغربي ديال الباسكت دونك مشيت تما توحش الوداد اول حاجه كتوحش الوداد داك الطبل كاينش داك الشيء تما داك الصداع تما باش كيدخلوا سورتو التيران ديال الوداد سي صغيور سي كاين الجمهور جالس معاك كتحس بالامبيونس كتكون انت مولف على داك السيرسو عوج شويه البانو كعارف سميتو كتجيب كتلقاه مقاد ما كتزقلها سي سا لو لو الريحه ديال لي فيستير باغ اكزومبل Rassure-moi, ouais. Ça t'a fait quoi? Je suis sûr et certain. Ouais. Ça t'a fait quoi? Tu me chies le Montréal, au club le basket, au Mnitseli. Attention, c'est une mienne. Mnitseli de troll, au mettre douche, fais le mettre le bière. حيت هناك تي كدوش في الماء ديال البير في التيران كان واحد السيد وسي فيك تي كتحمحم في الجيره تحمحم 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 الحمام تيرك تما تيرك باقي السيد كان تما خدام اسمعوا دابا انا عبد الرحيم الكسال واحد النهار جا عندي هاد السي كمال دخل الحمام انا كنت هابط بارك نجمع في الخراقي قال لي قام شحال كتكسلوا الناس قلت ليه 400 ريال ولا اني من اللي درت بان لي طويل وانا نقول ليه المترو اسيدي Du lundi au vendredi 20h 22h The Tonight Show sur Shada FM